sisoodhowaynta ila mowta wax cadde waxa cad xalaal iyo cad xaaraan waxuu isku mid meel ma galaan waxa waaye marka waxaan ku macnaynaynaa soo dhowayntii sida dadka soomaaliyeed iyo waxa ka dhacay balaa wax yar daawama ilaaha mahadis kale sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xildhibaanada wasiirada iyo shacabka soomaaliyeed oo u soo baxay inayna soo dhoweeyaan oo nagu soo dhoweeyeen caasimadii qaranka soomaaliyeed ee muqdisho aada iyo aada iyo aada baan uga mahadnaqaynaa waa ku faraxsannahay in aanu gurigeygii annagoo nimid sidaana loo soo dhoweeyey muqdisho qof kasta oo soomaaliyeed oo gurigiisii weeya sida caadiga ahna qofna gurigiisa laguma soo dhoweeyo laakiin qofka markaa gurigiisa lagu soo dhoweeyo qiimo gaara bay u yeelaysaa soo dhoweyntaasi qofka marka aada iyo aada baan uga mahadnaqaynaa uguna faraxsannahay in gurigeygana lagu soo dhoweeyo oo dadka intaa leeg iyo madaxda intaa leeg ay noo soo istaagaan soo dhoweynteeda aad u mahadsantihiin wasiir sida wasiirku sheegay waxaan xamar u nimid muqdisho u nimid casuumad rasmi aan ka helay xukuumadda federaalka soomaaliya waxa weeye muqdisho saan sheegay hooyadii soomaaliya deegaanada soomaaliya oo dhan iyada hooya mandaqada s s c khaatumo waxay ka mid tahay dhulweynaha soomaaliyeed ee hooyada u tahay in la yimaado lasoo booqdo maasha allah waa waxaan runtii qalbiyada dadka soomaaliyeed soo jiitay waa waxaan qalbigu maaratay dadka dhan ay farxaddooda aadan dareemi karin aan wax la xisaabi kara aan ahayn waxaa meeshaas ka fahmaysaa in dadka reer muqdisho ay u bukaan soomaalinimada
أي ربان لجيران قرب تاجين دتك ولا له ده إس سي أدل منا إس عالك برود يكبرن إيه شيء توك سنانا وحجرت كود إن ده جرت كل لينا وعي قرب تاجين إن دتك إس سي أي هلان أي نغان كوا دتك كود لصو سلمة ومضوا وحي قبطان لقوا وحلينا هم بليو هم بليو مدحون فريب مقالم غزلك الجوغانا لما أنتو ذو حلينا هاي سيدي وشرف عزة ذلك يدوس أوسور ويسين رمتي آدي هذا لو أنا ما علنا هدي أنا إز دي بي تي في صباح ودين تي في وحلينا هاي مرة بحقه هبطة هي وصد وكي ومرك قدام دك دنا كدلا تاسرت وصد وينتي فرحت ديان كسروي لكن شاكي يا بلاني شيء ربا وحان ربا وحان ليا برا نيوه وحياب أنا آد وليا بطارد هذا كبرنا كمية وحكمية إن دات سديت تنجرة هذا موس إنك للي هي موسيو فسعر ورابيو نمس ديت سنة كير ما أما دات سديت ترى ذي كجرة تضواتي وحلا وحلا جروة مركب واحد جروة شلي وحير هذين يمان توحير هذي سبلا فير هذا واحد على نكاس نكاسو واحد وشيء جاي بليلة دقيس أديك يا أبي دوتين بنكاسو موح عش موح ميري شيء شلوا تيك أغسط ربح شد إس يكون فاتي بالواحد وشيء إلى دقيست إلى كل ده شيء كارش يريدا أقون يريدا جهل نمذا وعدد كان عيبك يسمع لك كل دلك يدك كسمع السوق وده يدود من السمع دباتين تيد دك أباه يهوي أو هوا بالدقيس وشيء اللي ربعك الدوري إذا أنا نقصينه أدي أنا محمد تلينيا جدارك وده مقال ساي حسن الشيخ أنا نشط أي حسن الشيخ وأنا أنا ولا وحيد ترى ورسيني من الثانية بلاي كرة تلس بلاي كرة تلس بل هاي كل ترنس تلاقي كعبة تلا حمو تلاقي كعبة صوت دتك تال هي صوما حسن وعوها حمالي إسر كيسي أب كيسي أوجي سنك عينة سومت ذلك وحاول أرتا دتك هرب وشو أما دتك هركان فرتو هوية دار درب وحكوش وحكم ذي وحهم فرحسنا إنا دتك موالن إسلام وارن أرتا تحسن وبعدين دتك وارن إنا إسلام وارن إيه سدد كان والان إيه سلا والس ديف جركود ووالين هاي وأمد وضا والان وأمد أيدو إس جمي سيتي وأمد أيدو جون إس كريت وأمد أيدو إس بهدش وأمد أيدو إس عيش وأمد أيدو جمي س أنا دتك هين هين ودباته وعيد إيه فد دباته أم أنت سكجرا معيب إمارة إيش لغضبه فينو لكن في النظر مركود ميز أيه كوكر حيس وأنا كوكر حيس واحد أركيسين وحيس تو أيه وهدد بقول الصومالي وما يبقى الدورية ده إن أنا كعصينه أدي أنا محمد تلينيا جدارك وده كان بلايك وسيس كان ترى وصلت بات كان مركي حموصن إس ديت جردة مارت الدوية كين لا أصير الدو كنولي أنا نورين أو نودبة إن الدوية كلام يكونوليين قروا كنول ريا كنول ريا كنول بين كنول ريا كنول مارت إيش محمد كورن نعيب كنول ما إيش ما دتك ساسن ليكروا وأحكلكم معناكم وري كنول وبين كنول وري كنول وبين كنول ونعي كنول نورش دم بنت سكسوس انا عاو بينك شيء ما يكون مدن باب انت اس نورش دم كسوس ايام ايام كوس بينك اي ما قال حسن الشيخ انا نشط اي حسن الشيخ وانا انا ولا وش ترى طال يا جماعه حسن الشيخ ابكى اوغا احمالي ودول حكمي قصودي لايما وري وحاوا كليبه ماشي اصح حكين مسيد ما قعان اسام الله يا ما قعان او يمد 2023 يا 3 ور الصومالي ورسمالو ورسمالو waxa urur ku midaysay hoole iyo maartay sheeg iyo muuse wa ururki ka dhex dhashay sheelatiga september 10kii sheelatiga september waxa si gadan ninka xildhibaanka caaw dhamaanta dhagaxay tuur dhagaxaydu tuur ninka dhagaxayda wata markuu maqlay soo dhaweeyti oo aan si ajeeb ka ahay loo soo dhaweeyay madaxweynaha maartay ishe maamulka la yiraahdo maamulka SC madaxweynaha masafir dhiic qadar firri ay uray xanta soo xamaash ay xanta inta soo qaato uur war tuuriyana war xamru wax lagu tuuriyay hooy joogan kuriyan lagu xirin halka nagala socota urban sdtv somali wadin tv waad ku maasantiin caawa labada dhinac ayaa nagala saarin oo arteen labada dhinac dhinacaan waa arteen waa ninkan iishe maxaa ku jira faisal maarata iishe magacyo badan lagu sheegay laakiin waxaan dhila فيصل موغال ديلا وا فيصل موغي و خوشل يري و خمانتير ور كمان فيصل موغي اي مسافري لبد عنا تاغن لبدنا ولا من الصومالي لكن لبدوا ننا تاريخ في عنبو متستي ننا و خو سبيستي تاريخ مدوبه تاريخ موديه مركا قبلاش يعني ان شاء الله سيننا مركان
إنه ينلقى قيبستان برامجك سيئي قيب بغو نغضان وآن ما رتا برامجك نكس ونقصده. هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد وداني سيئتم في عنتا يا حامل من النذرلان. سألتنا ما أنت مبروك عليك يا أختي. هاي السيد أسود وماركي سومانا مدحوين فرقية إن عادي المقدشة دان ومقالة دينا حرمتي كان عسي والبيض الله عمي مطكي والدبال تقعي بحي كوتا على عالك مركو ديار بو نسود دو وحان كلها ولالو وهنا يقدت مدان كل إلين وعالك مركا عالكوس أو لسود دكتي ولا واسكوي وحاير سومالي هدى إسراع ديار لكن حسن حسن ما أنت جانس كو هيستو هدو ما أنت كفا إذا سن وايا حسن سومالي ما أنت واي إسربتا إسكو كيني وايو يا وحدو غاتا سومالي ميل ديرا لغرادنايا waxaan aniga meeshan ka codsanayaa madaxweynaha xasan sheekh iyo maarto iyo maarkii baarlamaanka iyo dadka dhana waxa Soomaalida inta jecel oo caafimaad ka qabtaan la hadlaaya inta xanuun san lama hadlaayo in ay maarkii soo ay ma SSC iyo xeer SSC ay ka saaro Soomaaliland iyo Puntland labadaas aan wareerisay inuu labadaas ka saaro maanta wuxuu awoodaa haduu ka saaro Xasan xilibanada soo baxayna asaa qaadan karo maaragtay habar gudirna xilibanada u soo baxay ayaga qaadan karo aniga laalush ba feeri waxaan laga bariyeyna jirta Xasan lagana bari may maamulkaana maamul dibadis istaaga way aqoonsi cid uga baahan mar asigaas aqoonsaday marku soo qoonsadaan waa qasbinta hay'ada sharciga sharcigaana leh gobol laba gobolka hadii oo gobolka laba gobol iyo wixii ka badan waa israaci kara maamul gobolad laba gobol iyo wax ka badan laba gobol iyo magaalo iyo hal degmo kamid waa marka laba gobol iyo degmo waa ku qasbay in maamulka yimaado laakiin si aan maamulka hal mar aan loogu dhawaaqin maamulka si milgaar la sameeyay si maamul kale oo maamul gobolad loogu sii dhawaaqo waan loo sii biye waan loo sii xari doonaa waan loo aan processku u socdaa فرصتي كجيران ولكن انا كبري مين حسن عن حل حسن وحمان كسين الناساس نص كبري مين امام وحي حق وحي حق اللي يوم تم حلق عن كالم حق يقول لي ان امام رمضان امام قبلة رمضان ايدي كبري انا ما حق ويقول لي لك حق هذه هديل قرصين لين عد ديك التمرة فيري عد ديك التمرة شال من ما الان هيد ما من ما طال من ما الان هيد وقال ما يصير لهن كواكب غيب سنين labada dhinac duulan baa laga aha oo dhinaca maarta budlaan dhinaca kale duulan baa laga aha laakiin waxa soo saaray af jermen maanta dhigba u daatay xinjir dhiga lagu bixiyay dhalinyaro iyo hooyooyin ku dhig baxay marka adeer wax cid laga sabcay ma jirto ha cid laga sabcay ma jirto waa abseed tahay abseed taa laakiin aniga hadda waxaan ku leeyahay rasiista Soomaaliya duu jiro rasiista Soomaaliya duu jir maarekte waa odayaasha Soomaaliland waa haduu rasiista jiro odayaasha waa ma odayaasha walaba noola duu soo noosh ama noola dadan duu kabla socon waaye odayaashaas waa dadan warba keen shalay u lahayd maanta u leeyahay waa urur Soomaalo dadan oo ka dan oo wada oo u sabcina marka dad saas ah fikirkoodi aqlidu saas tahay urur ma jiree wax urur la dhahay ma jiree hadhow asoo had markuu caaw arko biri asoo caayna ala ku tusaaye meel meel ka xarmato ma malee laakin ilaahay maarto ilaahay waxaan ka baryeynaa ilaahay waxaan ka baryeynaa quluubta Soomaali ilaahay isku keeno inay Soomaali israacdo in ilaahay waxaan ka baryeynaa SCD-geeda iyo dhacaankeeda iyo nafteeda iyo maalkeeda ku weysay ilaahay waxaan ugu baryeynaa inuu ilaahay in maaratay oo dibadbado iskugu taago oo ilaahay maaratay Xasan Sheekh uga soo dharbaaxo oo maaratay SCD aqoonsiyada ay la noqoto oo aan siyaasad loo keenin oo siyaasad aan lagu wadin oo siyaasad meesha aan loo keen ilaahay ha ka dhigo ilaahay maaratay asaa waxaayo ilaahay asaaw gacantiisa wax walba ku jirtaa ilaahay asaa xaq u jeedo dad dhan oo leh dhulkiisa iyo maaragtay meeshu ilaahay xuduntiisa ku beeray ingiriisana si la leeyahay war ingiriis dhul ma laha dadkan ilaahay ku beeray qof walba meel uu ku dhashay qof walba meel uu ku koray qabiil walba meel uu degaa nin walba deegaankiisa asaa iska leh haduu bari degan yahay haduu koonfur degan yahay haduu eeshi degan yahay haduu meeshu degan yahay marka insha Allah bidmi lay barik waxaan leeyahay guuleysta israaca qubashada iska dhaafa SSCO mid ah maaragtay oo ilaahay maaragtay ugu baryeena inuu ayagana qulubtooda isjeclaysiyo
إن إلهي هرجل كسو صارن إلهي أو برينا إن إس إس سي إسراع إس إس سي قول يقومني ما أرجينا يعني ما شاء الله ما شاء الله قول السؤال دكان ما صنته ما شاء الله قول السؤال. هلا وسلام عليكم. الله هلا وسلام عليكم. هلا وعليكم السلام والرحمة. كسودو قدومي عاتي محمد عاتي مقدشو كسودو برنامج مرسة تعاو هلو مرسة برنامج عليكم السلام والرحمة هروق البرنامج هروق المرسة سودو عاو الله وضو قلو بيسك نصر وارة هروق البرنامج برنامج سودوينتي وحن قال لنا مارت قدومي أساسي مرين أساسي عواي والله باهي هاي أنا أرد مقدشة جونا ما أنت مقدشة وحكات عاي الوح عن الفلينين أو سودوينة وقامية أساسي لو سودوينة سودوينة أسنا واحد دبادو كويسة جعل فردي اللغة معان وجعل اسي اللغة با او نباكي اغضب اسنا او فايسال علي ورابي او يري مدحوين حسن شاق او اوي ايدي بحمالي مدحوين وقفي هادا نمر لبادو وحو اسكود دي مركو فقو نقست اللغو سبي شاني لباتنكي بشي هورا وحسكوده أولي عيدا ما كاك عالمين إننا مغدشو يدولة صوماليا هده وران لإنن عمر نحمر وابحان أننا كمي داكو مدى حكته أغضاد صوماليا ذاك الإيقبن هده حمر وحاكورن صوماليا وحاكورن قبيل البقو صوماليا هاي مغدشو كورن هده أنا عسريت كمجرته لكن دوك سومالد ملك السرور كجي تمجدتو أنا هين هرقيسي برعان هين دي واطب عيشة سمالك كرميل وقلوين سومالد صح المها اللغود علي صدن يسيد حسن أفرتن جيركو دوحا اللغود علي والدين قبادي والدين هاد أنا وحان حسوسنا هاي نعيب سومالد أنا وحان حسوسنا هاي وددا مرتا قلو وكب حددا لاسعانا مرتا تكتا برعو تقطع هرت الشيخ تقطع بربرة تقطع هرقيسة شار عيار شار على خوف كشان كان عينه سنجوجين لا سعانا جيد إلا يا كنت رهي بلوك يا كنت رهي بلوغة بلوغة مفاتي هير وحي قاري وح بلوغة أما حتى وحان كشك النبي قاديتك بلوغة إنا جديدان دبت الله كاسو عسريد وعسريد حوي وحن فيليا شنطنن او هذا الشيخ مصطفى يورق الله متكا علماء او اهل كرادي هدلان اما مشن اي خسامين كران اما اي حيري كران ان اي وحفيوب انتاس اي كجرتو انتا كالواب والي دادوالا داد اين ربين وي قردو حمراوي magacyo la baxeen marka aad hargeysa tagtaa ama burca ama berbera een xamaraawi gudhu qadaad weyn wax aan la garaneyn marka xamaray joogan waa walaalo hadee ganacsi leeyeen walaalka waa ogeyeen inta xamar joogta haddana islaasay hadoo hargeysa tag cudurkii uu qaadaya markiiba marka waa wax ma maleenayo een ni yahuudi ah oo naftiisa nacab ya yahuudi kala waxay tiri talo ninka naftiisa nacab yahuudo dhan nacab yahay marka waxa maleenaya farac yahuuda inuu ku jiro nimanka waa garta laakin abuu hadii aan si kale ku yiraado dunka waxa markii shalay to habashiya walaalay Soomaali aniga walaalay ma habashiya walaalay Soomaali waxa ka Soomaali waxa ka jecelahay Itoobiya taas waxa ka jecelahay habashiyan ka jecelahay ula ma waxa waa ir Soomaali weeyas mid jirin ir Soomaalan ma ir Soomaalan mid jirin ama ninka Itoobiyaanka ah yaa waxaan ka jecelahay Soomaalidu koonfur degta iyo shalal amaartana wuxuu la Soomaalan mid jirin Soomaala ahay ur ir Soomaala ahay been wey waa wax
هذا الأبابيل هي أو ربا إن أي كسر ولا ما دام يعمرينه يسيب اللي هنا هذا. سعبولي ما دام يجيب حوالي يقعمين يقعم مار إذا بلودي عشر بناء سعبولي سعبولي هذا وقتنا سعنا كم سعبولي يوبع سعبولي سعبولي هم كنجستي عشر جاي هم كنجستي هم كنجستي إذا اللي يشمي مين كسر عزاله والله إلهي إلهي غير تسي دراويش إلهي غير تسي علمد أحمد هم كنجستاس waxay ku sameeystay in ay miirsan Soomaalimada ay xasuustaan aan dadnimada ay xasuustaan ay yiraahdaan dawladda federaalka ebel ma dawladda federaal iyo waxay badii jireen ba waxaan wax jira ba koonfurta waa dad Soomaali talyaani bal goorman talyaalina wana anagu yuuna Ingiriis noqdeen marka Axmedow waa waxaan ka yaabnaa weynabankaas كل إلهها سوها نونيو برامجي بدن نواكه نهدا وانا أدياران إن شاء الله برامج وعيقلنا وحان صوتنا إني صوماليان صورعان كم من نوضان وادات صوماليات وادادان وضرلاني هدي يقوم با مركي هوري كفار كساس لها يعني وضعليضة الشيقي سيبقه sabto adad jirtaanka aad diida fiiri jirtaanka xawadaha Soomaali ki jiran dhibaatooyinka nimanka Soomaali in dib ku sii jirto dhaqaalaha ku bixi jiray fikirkaas uu xaqooda ka yimid maaloob dhibaatooyinka ugu dhacdaan ay ku farx jireen war caalamka Itoobiyaas Itoobiya waligaa hadda dhibaatooyinka Facebook Facebook ku jirtaa wax xamar qarax markuu dhaco waa ku faraxnaa anagu dadka iyagu xamar ka shaqeeya ama baarlamaanka ama jiraa ama sagaajiraa ama jiraa ku dhawaad ka keenan dhageys lacagta Axmed ay soo golaan lacagta koofur ay ka shaqeeyaan waxay ku dhistaan dabaqyo een Hargeysa xamar la qaraxeedo waan ku faraxnaa islaamelik aad suuqyada gubtay xamar lacag ganacsada banaadir lacag aruursay suuqa waa waxba ka qayb qaadatay waxaan filayaa kii oo boor aha xuduuda Itoobiya u dhowa oo guwanay xamar bakaar kulliga ganacsada dahabshiil iyo hormood iyo amal iyo lacagna isku qoreen haddii iyagu wax yar arays yar oo gubta oo koonfur ka gubta bandhig ay sameeyaan iyo baraare iyo farxad marka mammaleen hayo anigu nimankaas kulli 33 sano dambe wacyigelin ku socota ay ku hagaagi karaan walaad si lagu aaminaa aad kaaneysa sababtoo ah shakhsiyaadkooda waxay noqdeen dad aad aan la aamini karin kii masuulka ah oo dowladda federaalka ku jir laftiisu wuxuu gacan saar la yahay qolada xaq jirka marka halistaasna waa leedahay in aad looga taxadiro la socodkooda guryaha laga kireynayo ma hadda qolada xaq jirka aad lemeyna qabiilka qabiilka Soomaalana ka hadlayna ma yaa laakiin dadka kulli gacan saar wanaagsan leeyeen wada shaqeyn ka dhacaysa sababtoo ah markii aad arkayso dad fiirso markii qarkood dhaqankood markaa fiirsiiso waxa la yahay hadjirku ma la saasoo siyaasigoodu ma mar haduba kulli yahay Soomaali Talyaani ee Soomaali Ingiriis goormaan gaalowno Talyaani noqono iyaguna Ingiriis noqdeen waana lagu meestay gubeystay ilaaha naga dulqaaday waan midoobnay dowladda ay ahaayeen oo Soomaaliland oo 2008 calanka saad calankooda noocay ahaa lacagtooda noocay ahayd in istaatooda noocay ahayd madaxweynaheedu koo ahaa baarlamaankooda koo ahaa haddii Ingiriis dowlad u dhisay uma dhisay Ingiriis uu gumeystay waa badalay ilaaha ka kaxay alxamdulillah marka inay walaalahood la midowaan wax la qabsan Ingiriis dowlad nooma dhisin dowlad dowlad Soomaali isku daray oo koonfur ka dhisneed madaxweyne lahayd iyo dowlad laanka dhisneed oo isu timid oo heshiisay oo sida Itoobiya iyo Soomaali hal dowlad sameystay ma jirin waa dad Soomaaliyeed oo la kala gumeystay oo Ilaahay gumeystay ka dulqaada oo isu yimid Soomaatankii meeshii ay alxamdulillah ka dheelaayeen waxay taageerayeen Soomaali Ingiriis xuduud islaamka xuduud ma kala Soomaalida xuduud ma kala laha bilaashay u daalahayaan qof Soomaali ah oo xuduudaas aniga igama laha aniga laas caana xuduud igama aha Muqdisho igama aha Hargeysa igama aha San Aaminsana
يوسف وحي أمسن جهن إن حدود ليجن حدود حدود بينا حدود واكش شيء سايو بورنا كش شيء سا حدود الصومالي إثيوبيا حدود كيا حدود على لنا بطا اليمن حدود جيبوتي على لنا لكن واحد حمر يلاس عنات يبو يجرو يهرجيس حدود كله و وأضياشة المها كده عدي المها وعي جرين أباهن أضياشة وأجين إن حدود ذكرهن لما قرنا ذكرهن ويكور كعسنين وحين وابصار لما طول البان تصو أفجره الله يسمى هذا كذا طول البان توار كام علق قدومي هذا كام علق وابصته ما دام وصو أفجره ما أنت هو جميل أنت مدنا هدي يقول هاي ما دينه حمر ومجالد ودي هكسر دو مصبي هي أصلا هي رأي الصومالي أنا أساس قوادي الصومالي كوين يس ما شو حتى الله محيصاي غير نكور جرا وما ستة قوي هذا مظن أحمد هذا أنا عسق ما شاء الله قو أبو ستة أديت قول السسعة هذا كلام علنا هلاو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آو يو آو يو لو برمشة أسكني عوضاء فرحب دي مدحويني أمارت بقادر في الريق سيدة شرفت بضان عسيدة لقي مقال عاول لمات اللوغو حري سودو وين تهركسر لو سمي يوم مارتا نين اللي يرادو نين آنا مارت اسسي اي سو مير اصو ياشي ومير الان تاهو مير هدو قصو نغضي هدو سيقو في رسو قدلي واحدة قرس هرو قمرك أديات بدم حسنت هاي وان سلامي لقي استياشي أديك واين سلامي ويلكي يورين وان سلامي والله يا رنت هذه أدبر سلويني وأنا كفر حسن هاي هذه أدبي إنه قي رجلي سي شعب كرير مقشي شعب كصوبلين أدبي مهتسيهن وجزاكم الله خير بعلين هاي وارين لابا هنا وأنا رين ماشي دي وما أنت تمي يا مكان كذي وحويان أن ده قل هذه محيه هاي تي سومالي لان رنجرتي هرت سومالي دمرك اللي هو يلان ملك هو ملك سومالي دعين لقي حيان هرت ما بقرنا يو مركز معنا حتى يكتب ودولك الصومالي ذا مركز دولك الصومالي ذا غير بهذا أون شيكت أون رن حقيقة المركز هذا له مركز ما أنت تدع ذي وامد دعبر أوسكن يغلف تركوذ ما أنت وحنو ملينا يا شانس كي قدم بي إسلامي ملاوي أشرا خلاص وارد ما ذي شانس كاس وارد ما ذي بارسلا حد دم بيو خروقي بالله وضح الله يا إيو وضح الله هل كركتي تركي قال تجي يا شيك هذا سيني نجح رن تي وإلهي مهدي إلهي مهدي ويان وصلت ما تشكاس وصلت الله عيسى ما أنت دياردي حتى عددك يا بقى ما دياردي هستي ديارتي ميرو كسود يقول حتى بارت بدون بارت مارت فرلي وقرواهيب عددك قلقي كده ما إيربورك بحي أي لا تعجب إلا ما يارد برتميدي مركا تاسو مركا محيو كتسينيسا إن عددك الصوماليات السو همون قوان زعيدي إنو وليد دمير كنولي يو كتس عددك إنو دمير كنولي هاي ay ramay dadku iyaga jeheya waxay u baahayeen dadku shucuurtooday muujiyaan waxa qalbiyadooda ku jira iskama iman sheekadan iskama iman minnimada Soomaaliyeed waa loo baahan yahay aad iyo aad baa loo baahan yahay heerkaasana runtii bridge ah in la soo dhaweeyo waayo sheekadaas way xidmaysaa sheekada la yiraahdo waxba gooni goosada iyo waxba ingiriis way xidmaysaa منهم ولا هي ماشة كفر ديا منهم ما دينه وكسر هرشيدا. صح. مركب ماشة وقين بالسعي عارية ضد بحر بمشة هنا يسكر مارتي علوش هذا وتشوجان سكرنا وشقينا يا مارتي. صح. مركب أنا وأرنتاس ما أنت شعبك الصوماليات آديات بمهسيهين إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا جسوس وتمدلك وينقب ذي هاي تضير بينون هاي حاود وتكين وحيرنا وببليش بضم بين وحيرنا وصدات كدين وسر رمضان علينا أركينين. صح منما انه وباهنا هي قعمنا ودا جربي وحقوق ويان ان سدا بريسكا فرشسانا او مر مد خبدو ميل كو دحدو مر قولا بريستو waxay ino taraysa ma ahayno maanto dhan qabiil iyo reer heble iyo qoob yar isku hayno war wadanku inaga badan yahay suudan in leeg boqof ba maxalli hada ayaa maxay tahay ayaa loo ayaa xiran kara
أوريس أوريس باتسعوني سامير كيسين ميل بولكتها جي ميل حول الداقية أنطونا تتكي مقالي صوت قلين صح ودن وحينوبا هنهي من نمو مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية أنا حسن شيخ مدان حسن شيخ روحان ليهي من نماذا إنو أتكيان يعني كو أتكينيا من نماذا ينعد لو قبار صلاحين من نماذا ما أنت قعنتي سي كتشرتاه دي سودو كي يلينو يغينا الله يعزك وكاقا ما العلا هذا أدي هذا ماستر قولسو هذا لا يعزك الله يسلم الله يعزك ما شاء الله ضبي من نماذا ربتا صومالي نماذا ربتا ودجيركو دباء مركو حيرا عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جليريس كسورو أزدبي تي في سوالو دين تي في ماركوريس وانكو سلام مدانة سومالي ودني تي في آدمان رين سلام يا سيكالي اللابا الله عزك وانا كدو واحد الله عزك كسورو عاوسو دوينتي كور ملحوين فردية سيلو وسورو يمغالا مبودشو والله ياوك الهي إيا فيسا عالو رابو مارتا عاوة دربان قراعي وحلي راد أرر سمالي وأنا كورهين إن شاء الله يوحى وكل لي وأنا سكورهين بربحك ولا تك الله وها هرقل ولا القاعلي يوحى ويا أرتانو وها إن شاء الله سعانات ساكن مركب بحي مدح وينو حفيز كي سدات كي كان ببحينا يو تقريبا كم دها صح عن هذا وكرسون هاي سومالي نمذا هران ورئيس أنتي في وبحيري een Soomaaliya iyadoo la isku qasbay habay sidii lixdankooda noqon doonta waad arkayseen madaxweynuhu markii uu ka tagay garoonka diyaaradda markuu tagay wuxuu kala soo dagay calankii een Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sax een waxay ahayd fariin wax adduunka oo dhan ma arko marka taa laga yimaado een soo dhaweynta iyo maanta sida magaalada een waxaan ogahay in xamar maanta ay wada xidhnayd dadku ay aadeen airportka ilaa iyo madaxtooyada agteeda halkii uu degayay madaxweynuhu sax rag iyo dumar runtii gar muqdisho xamar waa caasimadii qaranka waa magaaladii waxaa ku nool shacab Soomaaliyeed oo jecel Soomaalinimada sax aan uga mahadcelinaa sida ay noola dareen yihiin marka inta laga yimaado waynu arkaynay marka ana Faisal u goolin maareeyo iyo group loo dhagxan sito oo dhagax tuur iyo soo ka bilaabay caasimadda yara waxa leeyahay si caadi ah dowlad Soomaaliya ugu jirteen hadeerna ugu jirtaan Soomaalnimadu uun baad dadka deeqda runtii waxba ku wirsan mayno guushan SSC khaatimo ilaa buuxa ilaa ila ceeri gaabo dadka inta degan oo marka gobolada waqooyi dhul ahaan loo qiimeeyo saddex meelood laga dhigo meel ahaan degan go'aanka ay gaaraan ba Soomaaliya ka soconaya waxba iyo odagu marka marba soo qorin aynaba kale iyo waxa annaka haddu gudoomiye yahay haddu madaxweyne yahay annaka doorana isagu mana waxna kama dhigi karo waxna kala bedeli karo runtii ee isaga waxa Soomaali ku maamada nin ciid kugu sayray waxba kuma yeelin calooshiisa uu buu koogaysiiyay sax waxa kale yana guul weyno ah mar hadii Soomaalidii kale iyo adduunkiiba nala fahmay dadkan degan burca iyo Hargeysa inta u dhaxaysa inay yihiin dad aanu muddo dheer la yaabanayn oo la daalaa dhacayna wax waalan iyo wax miyir qaba dadka intoodaba qayb ka mid aanu la yaabanayn dadku waa dad isku jiro qayb wanaagsan iyo qayb xun inta waa waareeyeen waa dad umad laakiin laba dirto la noqdo boqolkiiba sagaashan dadku dad xanuunsan waa dadku sagaash jirkood isdeed jirkood sidoo hadlay ay isku mid yihiin haddii aad fiiriso walaal wiilkii la suumeeyay odayga suumeeyaa nool marka saddex jiir aa meeshan ku qasaartay oo baabaaday oo la bahdilay oo Soomaalnimo laga saaray meel kalena aan la geyn karin haddii Soomaalnimo laga saaray meel kale la geeyay jir leed xubaha leed waqti ملكر لقينا لما لا ها ها ولا القى علي ولا القى علي هرت واسيدا صدات كانوا عاسبا انه حركه كغه انه امده الصوماليه ان وحان كلو وحان بليينيا خلبان كغه قالقا اه ورالك سو دغي عبد ورسمه قودن
oon abdi warsama qowdan xalay xildhibaan kuuleyso aan xildhibaan ka u sheegaya aan maalintii dhawayd dagaalkii go'cade anigu nin baan qaftay kaliya waxaan ku yiri maxabiistii aan qaftay nin kamida sorry aan doonay nin kamida yaa waxaan ku yiri ku dhawaaq ku dhawaaq SSC qaato waa maqlay waa arkay SSC sax waxaan saa ku yiri tudhiyo wuxuu yiri SSC khaatumo waxaan ka rabaa xildhibaan cabdi warsame berri markuu yimaado maareeye inuu labada dhagax intaad ka dhigtid aad toos ugu tiraad ku dhawaaq SSC khaatumo insha allah yana way dhici doontaa odayga faisal cali waraabe waxaan leeyahay dooda faisal faaruq baa looga yaqaan gobollada waqooyi faisal faaruq sale wuxuu lahaa marka biin uu laayeleeyahayba xasan sheikh iyo ogii isku diri jireen xamaaliinka ahay sax maanta wuxuu leeyahay urur sabaareer u nahdo isku urur beena horta urur waxa la kala yaraado dee waa dad isu tago meel ku urrayo haddana dee isku mabda'i isku urur ma jiraan fiir waxaan ahayn hooli oo aan urur ee isku shubteen hooleyn soomaalida hooleykeen soomaalida dhan hooleykeen hore hadar annaka qofka laga shakiyo waxa la yar hooney ba waa lagu caayay qofka sida u maray ma Faisal Faaruq ba marka waxa la isku caayay weyn odagaas Faisal Faaruq isagu loo jawaabo ma mudna sax runtii dadka qayb baan mudnayn in loo jawaabo oo wax jawaab lagu khasaareeyo maantana madaxweynuhu wax arkay markay maamule dawladdu way inay aqoonsataa dawladdu maamulkani aqoonsi buuxa oo dhaba oo dawlad annagu caalamka u tagimayno caalamku naqoosan maayo oo adduunku Soomaaliya ka gadan calankii Soomaaliya aanu seenna hadda la qoonsan ma imaash ma tigla la cusbilaa wala qoonsan taas ku cad hey maamulka mid maamulka Soomaalidu marka hadii wasiirka arrimaha gudaha raisul golii xukuumadda caasimadda qaranku sida ay ahayd dawa maamulka mid maamulada Soomaaliyeed sax wuxuu waxa uu dheeriyaa maamulka minnimada la dhigi kara maamulka minnimada Soomaaliya la dhigi kara waa maamul minnimada Soomaaliya u taagan exactly ishaad karide waliba waxaan isleeyahay waxa laala waxaanu maanta qabanaaba horta dahab casb ay u noqdeen ummadii Soomaaliyeed iyo dadka adduunka ku noolba sax hawshi dhacday halgankii aanu galay ee aanu ku guuleysanay aanu halgamaynay ummada Soomaa hore TV-gan uga idhi runtii aanu sheego idhi waxaan u dagaalamayna Soomaaliya oo dhan Ilaahay waa nagu guuleeyay waxaan arkayseen Soomaalidi maanta joogtay xamar mucaarad iyo muhaafidba hal isku siibay u soo dhaweeyeen Soomaaliyana isku sii uun bay noqon doonta waxaan qofka Soomaaliya caawa faraya Ilaahay markii hore uga baray in beerkeena burcad sumariyo marka labaadna in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wayna waafajiyo laba talaba tii fiican waynu barwaaqoobayna aan ugu hambalyeynayaa mar labaad mar koowaad mar saddexaad shacabka iyo ummada Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo xukuumadaba halka wanaagsan ay maanta wax mariyeen inaan dib looga noqono hore looga socdo odayga maareeyan mar labaad ku celinayaa anigu inaad erka waxaan ka yirsiiyay SSC khaatumo adna waxaa ka yeersiiyey cabdi warsame marka saasaynu kala nahay awowey wuxuu ku dhintay isagoo Soomaaliya u jahaadaya adna awowgaa wuxuu sidii baan leeyahay maareeya nin gaala oo marba ka duwan maanta ku sii ayu sidoo xun baa sana arsan laba taariikh waa tii Soomaaliya saaxiib laba taariikh waa tii aad iyo aad u baahan tahay ama cilaa guulis aad iyo aad ka ma cilaa saaxiib halkaad nagala socotaan warbaahinta SWTV Soomaali Wadan TV ala bartaan barnaamijyada falanqaynta siyaasadda falanqaynta arrimaha bulshada warbaahintan oo warbaahinta badan bulshada Soomaaliyeed runtii kala shaqeysa arrimaha dalka ee dadka dhismaha dalka ee dadka waxaan ku leeyahay ku xirow Soomaali Wadan TV oo la qaybso absxaataada bal markaana ka qayb galaa kale xigaa halow salaam calaykum Axmed TV wadani oo kala noolaa wala ku soo dhow adoo mahadsan ku soo dhow barnaamijka aan wala socotaa wala la waa dhow waxa maasha Allah waa dhow wala salaam barnaamijka waa garta haye aab maanta si loo soo dhaweeyay musaafirriye say kula muuqataa shucuur intaas ku gashay annagoo daanahay SWTV Soomaali Wadan TV aad aan ugu faraxsanahay in shacabka Soomaaliyeed meelay maraan maanta la waayay
أي صباح وين وإنما عادي هاي المجال دي ما رأيي شيء محمد هذا صباح وين ذاك سما يديل القبان يفرحده أي ما هو كسر وين ما يكون ما هاي ما هكوبه فايزنس أرس ما المحرك قبته بسم الله الرحمن الرحيم مركب روك صدوين يا أحمد أدوه يا عنا هذا نوع قصاميهم قلت الصماري تمام فيه مركز تشوفته والله أنا وعوالا صعب بشوف أمان توحان وقال إن صمالي نشاء الشحي يوحان صمالي وقف بني قيمة هنولا أنا أمان شوف يعني صمالي لنا تستي حمر لنا تستي مقدشة لنا تستي نعم ما أنت صمالي رمود وبال كيهنا ما أنت لنا تستي مقرانس مركا ما شاء الله ما شاء الله نقطه غير لسعود امرئ استخات منهي وحان او تاغناي او دمناي وحان نهي ولوغ يا سومالنا ونوق تمانت ونوع عديين سن رئيس دوي ميقام كسره وانا دمخات نوغا وانا سي ودان نمد يا امه الصوماليه دي هلكن كيدا عالم كان اساسا نو سيدينا صومالي او دمرنا مدينو انت كره سايسي انت كره اواريشتين اسكا سارو marka ma sha Allah dimaanta shucuurteed caawir la socodaan ma qeyb isii qaatsan la shukuur ma sha Allah tan marka soo tan Faisal oo ur Soomaali wad wax leeyraado ee aad arkayso filin amaad inuu bileeto jarnaayo waxa ka yeesiyey macayta shalay asagoo ogtay afalgaadada dhakar koofreedka oo waliba gaar ahaan dawladda Xasan Shuqaf ku qabtay odogeyd isirkiisii abkiis bana maarta afalgaadeena yero hadda hadana yiriyaado maartii ishe wa kula shaqada maxa ka soo yirsii maxay taa aadar ka soo yirsii aadar kaas ma leey kara wa mid garaci mid garacda SC shalaati ka agost 10 kii u dhutay oo lagu mid garaci 10 kii laga bartay halkaas ka soo yirsii ma leey kara wallahi caawa mar falqays oo ku qosli wasaadaan sabaxad rinno kan maxaad shalaa akhrod kan maxaad mo waa riyo kunool wa maarat ishek ilaahay iga soo yirsi horta ka dhilay waxaan si qorsheeyay ma laakin waxaan fadhii aan fiirshay waxaan noqon waa riyo kunool wa been kunool wa naci kunool intaas aan dhigana waa saddexdaas ay leeyin waa riyo kunool waa riyo kunool sheegan been kunool been kam xishoodan oo nin weyn yar been kam xishoodan ma fahantay qifnigu ma ahan been kam xishoodan marka intaba waayay ma fahant marka waxaan dhilay waan rii kunool oo riyo dad kunool wa ma fahant oo riyo iyo maartan ay kunool naayib kan wafaa marka aan wax kale ku macneyn karo maamulkood new aragu waxaan la yaabnaa aqlo xumadooda balse isu qabadsiinayaan inay magacyada ugu xulino bixiyaan oo waliba xamar iyo hawiye iyo magansaay muqdisho si bilaadnimada ka baxsanay ula hadlaan magacyo ugu bixiyaan haddana ay u rasmaalana ana dambe ka soo istaana anigu labadaas isku qabo inaan hadda ku caayo ahmed oo caafimaad qaban ma hadda soo gudub jirmal roo qofta inay caafimaad hadlayso ma fiicna inay waxay shalay sheegtay inay caafimaad sheegtay suba bar dhigto loo maro yaanu waxaan la aanay nimanka dhaqaatiir loo keeno oo wallahi magaalo way jiraan tii aad ku raad erga saar raacsho magaalo waa wadadu xanuunsan waayba dad waa xanuunsan u baahan maaratay sheeg u baahan dhaqtar u baahan waa haddii si loo fiirsho mid ka kala sheekada urur Soomaalahan ay sheegayaan meel ay ku qorantahay dimajid wax jira ma haba waxaan waa sheekeyn ciyaal keenay waa kursiga doonayo waa gruubaysi qabiil ma aha gruubaysi weey ma wax jira ba waa inaan inuu sirin dadku ogsoon wax hadda ku waxa hadda waxa aaminsan ma jira ma dad aaminsan waa dad qaar ugu siiyo lacag ku raadinayo si maartay shawaana meel waa wax la sheegay haween waa ma fahmisaa ya ايش شكدار على سوق الله هذا شكولي برا هلكس كل مات ودبيتي مركا دو كفايسنا برامج حديده وعيب مي وحا كسيليتا ايغا وحا كليتا نينكا هويي اي شكدا سو قاتا كسيليتا ها كاسا كسيليت واصل شي صعب نينكا هويي اي وحا سو قادا با كسيليتا ارنتا بين ما شي laakin dadku waa ka dhirsiin maanta 120 maxbuus oo hawiyaha ku xiran si la ii sheegay 120 maxbuus oo hawiyaha ku xir hargeysa oo loo xiray waxa tiin shaab jidkeen mareen dadka dhalinyaro jidka mareen waxaan ogaanay hadana fiir meel kaliya balogoya oo qaal soo baxday ee wada diyo
عقاش هويو دان اسكود دوبانا ايا ديارة كسودي وحاو قامني حسن حاد ديارة دي كوعدي دساس جرتان كودي قورمين نقضي مركا قورمين نقضي قورمين نقضي قورمين نقضي مارت ايشا واحد ايشا قايين ورصة مالي كان لياب كان تاسوا ورطاسي مين الشال اقيل فين حد انا محابس عبضا وهويو وحكو حرميشس وانا ما دنبي قلن اسجير هذا كاقا درن وأكسونا عفوا بعض الله يخاد هوية بعض الله يخاد هارد أشتح بعض الله يخاد هذا أمسر ما هذا كلام عينا ساعة قولي سوما سنتا قولي سوما سنتا هذا كلام عينا ساعة هي براد مركلة من دي مالينا مركلة من دي ما سوى علي الله عيسك الله عيسك قولي سوما براد معانا رجيني نعمل إلا برابش كان كذا نغو صعوده إن شاء الله لكن عاوي قرا بقول لو تنن اوصو او هويها كحر على مغالده هرجيسو او وحي قبل سنه سجل تاسا كواس سودا يرت دي وحشو شيغايا الله والسلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سانوني وحمر علينا تاع سانوني سانوني كسودو اس دبليو تي في سمو دن تي في سانوني قال قيغه وا كدوهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأنا كل سلام يا هالجماعة إنها نايف في توشك توشك على عز وما سنت أقوله صباح معنت وتذكرنا تذكرنا هول هول قرمة هوشان هول قرمة ذلك يذكر حب هين واي ما فهمت صح مركا ما أنت شعور تاسير نقطة ما أنت مركا تسودوين تحطاف كاي أنا نسوا ماليات أنا ولي لسودوين هاك وقلم هاك درنت ما شاء الله ما شاء الله وحان دري ماي هل جنكي أن سو هل جنني أنا أدوه بيا أنت أنا لميت كا يا أنت حبيت الرديسة هل جنكي أن إني لا نقولي ما شاء الله أول ناس وأول ناس عارفين وأول ناس عارفين سالسيدي به سمسم كعبنا مقرة نعم 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 صح مركا وحلي هاي كوركوراتليشن أو جوريو أو جوريو همبليو 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 وأنا ملايينيني وأنا ملايينيني وأنا قطع لقلا ما قرأت إني مالك تارك الإيمانيس أبسلولي ومال العيد هان لي عيد ودي كانت ما شاء الله وأيو قبل هذا إن موها إن سؤال سنادي عين وباك بونكي ومدى الصوماليات والله فنبر في قرنك عيد الصوماليات ما قرأت واسح قف نبر كان لقاك لتشبيينا وحبا ما قفسن كارو صح صدق إيه صدق سرق بعد ذلك قال إنه وقت تجني لعجنا كل بحنا يسي عن باشيال أنت صاصي صو أو على ما بينا هاي السلطان أو قرب ما يلاها كتشي حدان إنا يدهان أنا وقارن بان هاي دون كأن وادوس بيود أريا نعمت وين إما تاسو كلام مارك إستاستر نعمت أمد نول أو أديك كادت بدن أو أديك كاد الوين أو أديك كادك موجين هي مجال بدن إنا ترى وادوس بيود أريا وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يمكن أن يكون في الدولة الفدرالية الصومالية التي 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 يمكن أن يكون في الدولة الفدرالية الصومالية in dadka oo dispute area laga dhigo ee dadkaana qoonina waa u fasireynaaye dul lagu furaysan yahay in laga dhigo hadana irsaaqad lagu raadsado marka caloosha u shaqeysayay baan helay waa ka guuleysanay hal iyo ever baan dirnay halkii anaga wadana siiray ku fadhiyaan maanta magara Allah ciise taas waa taas haye arna Facebook waraabe ina waraabe hadalku ku hadlay Facebook warkiisa keen Facebook ilaa shudu waa لو شنو بالي لو شنو واسب شال صوتو لا ما مدحوين حسش يسكيس ابكيس بعينه غورمو غورمو نقدي فارت ايشك نروح على يابلو وريدو تلع شودا وما ما ما قيد جيران وما عيب سدان وما حسوستان سيو قرشوتا الى وكان اي احمد قرن وحان كور احمد قرن وانا قرن باد نوت هاي شرعي قان باد نوت هاي الله قحفيدو فيصل فيصل هاينه فيصل ورابي وحان لا een reerka maanta aan leedahay waa la shaqeynayna waa reerkii markabkii uu laayay raashinka ka dejin jirood ku caayisay oo maanta madax ah oo maanta qaran ah
oo maanta nacamti iyaga laftikooda aad gacmaha u horsanayso bariiska aad cunta kuu saxiixa horta intaas ku filan digid kale uma baahna ma fahantay sax dirbaaxa kale uma baahna wiilku waa wiilkii xamaaliga ahaa oo bariiska uu laayo markabka ka dejin jiray oo madaxweyne ah nacamti kelmaddaas ayagaanu wadaa sababtu kelmad xun bay adeegsadeen kelmaddaasaana ayaga waajibkooda ah waajibkooda taasa ayagii baa qarana ayagii baa soomaaliya isku haya ayagii baa ssc garab taagan waxay kugu taagnaataan le adi le waayaan leenna ma garan sax waxaa ii saaray urur soomaale horta adduunka waxaa weeye bir iyo daarood baa jiri jirta iyo isaa iyo reeshii khilsaxaaq ka bay dir ku noqdeen reeshii khilsaxaaq carab baad nahay dhahaan bir maaha shuqla kuma laha waa marka dee anu qof wax garanaysaanahay oo waxna qorta waxna akhrida taariikhdana gacanta ku haysa wax shuqla wax shuqla oo ay ku leedahay dir istaaq ma jirto ka laysku raaciyey ismaaciil cumar geelle ismaaciil horar baana arrinta ka soo shaqeeyey waxaana ku raacay dad aqli xun oo annagu hadda aanan meeshan ka tilmaamayn oo ma rabna inaan u gufna ilaahay su-aalowna yaa ku raacay waxaa weeye marka markay intaa ku raaceen urur soomaalihii meesha ugu xumayd buu maray waagii hore siyaasad buuba ah hawada lagu kala goosto inay ibraahim cigaal iyo muxuu ahaa ismaaciil horor iyo dad iska dumaaleen oo ku kala dambeeyeen laakiin hadda waxaa cirib xumo keenay bullaacad calaseeye in la dhaho muxuu ahaa hooley baa mas-uulka ah taasaa horta dishay halkaasayna ku dhimata ma garan sax iilkay taallaa kafan baa lagu xiray noo uur soomaalo dambe ma jiro dadku waa dir iyo daarood iyo isaaq iyo digil iyo mirifle iyo beesha la yidhaahdo jareer weyne iyo beesha la yidhaahdo reexamar intaasaan nahay weligayana intaasaan ahaanaynaa waxaan intaa ku darayaa qaabiyaaladda iyo fayraska iyo waxa xuna ummadda soomaaliyeed inaan waraabiya wax lamida ku wadaan nin baa laga sheegay sagaarasoo ima barato ummadda soomaaliyeed dadka ilaa 80 sano qabyaaladda biilanhayay oo caruurta ku korsanhayay ilmaadeeriyaalow ka weynaada soomaaliyeed ree waqooyina waxaan u sheegayaa ma nibci waa walaalahayo faysal cali waraabana ma matalo muuse juudaan ma matalo waxaa matala ninkii damiir leh iyo dhallinyarada wax garanaysa sida cabdimaalik muuse culdoon sida ninka la yidhaahdo cabdirasaaq teera sida ninka la yidhaahdo hay jamaal nin hadda la oran jirayshabeel ninbashabeel maba laga hadli karee iyo wiilka yarkoo dhallinyarada oo ayaantii dhawaysa dhihi jiray saleebaan baa reeabti oo indhee buburo oo xildhibaanka ah qaranka ninkaas halkaanan ka salaamaynaa xildhibaan maantaa laguu baahan yahaan ku leenahay habar yar anu gaba reer koofuraanay habar yar tiisaan ahay maantaa laguu baahan yahay inaad muuse juudaanna ka cagta ka saartid maanta ummaddaas ree waqooyi oo dhallinyaradoodii disaastarka lagu riday 33 sano cimrigoodii laga cunay taariikhda adduunka laga reebay waxaan rabnaa xildhibaan maanta inaad u istaagtaabsolutli maanta u istaaga sida raggaasaan idiin soo dhawaynaynaa sida firdhiyaan idiin soo dhawaynaynaa gacmo furan welcome to somalia leeguulsoaanuaadankaamacelinaadankaamacelinaguulsosaanuun alaykum salaam markaas caawa barnaamijkeena kusoo gogoyan oo anoo axmed idaacaddaasa markaas waxaaidinsoo diyaariyey mater cato oo ah cabdullah cato oo ah barnaamijka isku duwaha barnaamijyada somali wadan t v oo la leeyahay waa ku mahadsan tahay barnaamijka halkaas soo tabinta anigoo axmed idaacaddaa dhahaya habeenka idin wacanaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakatu barnaamijkan barnaamij lamida iyo farxadda caawa oo ah habeen runtii farxad weyn ku ah dadka soomaaliyeed kadib markii maamulkii ssc ee ahaa maamulkii ugu xalaashsanaa maamulo dalka ka jira ee xalaasha loo soo doortay caawa muqdisho uu ka degay oon leenahay hambalyo ayaan leenahaymaamulka waxaanu leenahay kasi caawa barnamijkan kusoo gogoyn oon axmed idacdada dhahay meelu baa joogtaan soomaali maxamed assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu